منذ قيام الاتحاد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على استدامة موارد الكهرباء والمياه واستدامتها. إن الأهداف التي وضعها الوالد المؤسس منذ قيام الاتحاد لدولة الإمارات والتي تعنى بتوفير الطاقة الكهربائية والمياه النظيفة والمستدامة لجميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات أتت لتحقق رؤية دولة الإمارات 2021، وأتت كذلك لتحقق مستهدفات التنمية المستدامة وفق الهدف 6 و7. إن هذه الرؤية التي وضعتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تجعلنا اليوم وفق أفضل الدول من حيث ممارسات الطاقة المستدامة. إن استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 2050 واستراتيجية الأمن المائي 2036 أتت لتضع دولة الإمارات في المستقبل وفق أفضل الدول من ناحية الاستدامة. نطمح لأن تكون دولتنا دولة تحقق سعادة الفرد في المجتمع، بحيث نخفض ثاني أكسيد الكربون بواقع 70%، لتكون مدننا من أفضل المدن استدامة في المستقبل. ونطمح كذلك لتخفيض الاستهلاك في المياه ووضع استراتيجية مستدامة للمياه في دولة الإمارات. سوف نجعل من دولة الإمارات أحد أفضل الدول في العالم التي يطمح كل إنسان أن يعيش فيها. تسعى كذلك وزارة الطاقة والصناعة لوضع استراتيجية مستدامة لقطاع الصناعة وفق أهداف البند 9 من أهداف التنمية المستدامة. نريد أن تكون صناعتنا الوطنية معتمدة على الابتكار والبحث العلمي والتفوق في مجال الذكاء الاصطناعي. نريد أن تكون صناعتنا مفخرة لدولة الإمارات وأن تكون رافداً من روافد اقتصادنا الوطني.